أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. من هنا من أرضية ميدان القابل لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن هذه الشارة المقدمة من رجل الأعمال ورجل الكرم والجود والعطاء الذي اندل شيء فليدل على اهتمامه وحبه لهذه الرياضة، رياضة سباقات الهجنة العربية الأصيلة، الفاضل عبد الله بن أحمد بن حمد الحارث المحترم. مرحبا بك في هذا العالم، العالم الساحر، ونتمنى التوفيق لك بإذن الله تعالى في النجاح والسداد بإذن الله، منتصرا بالناموس والتحديات الكبيرة. هذا هو الكرنفال الكبير وهذا العرس التراثي الذي أيضا تورثوه أجدادنا. أيضا هذه الرياضة، رياضة سباقات الهجنة العربية الأصيلة، شوط سيارة، هذا الشوط سيارة لسن الحقائق، خصصت سيارة لسن الحقائق وأربع سيارات بالفعل للأشواطنا الأولى الأربعة، وهذا هو ينطلق شوطنا الأول على بركة الله مباشرة مع المركز الأول بشعار المهندس من ينطلق مع أول المنطلقين أثير يا أثير، حمود بن حمد الوهيبي منطلقا مع أثير في مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز وعلى المرتبة الثانية بشعار سالم بن شطيط المالكي منطلقا على المرتبة الثانية. المركز الثالث ايضا هنا هقاوي سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي على المركز الثالث. المركز الرابع زياد محمد بن حمود الوهيبي على المركز الرابع، وخامس المراكز من يتقدم هنا الفارع حمود بن عمير الحجري الحوت في المتابعة. اعود مع المركز الاول، السيارة يا اخواني، السيارة يا اخواني، ألموا نحو الكاس ونحو السيارة ونحو المادة الزعفران التراثية والجوائز النقدية الثلاثة المراكز الأولى. ماذا فعلت يا أيها الداعم لهذا الرياضة عبد الله بن حمد الحارثي من دعم هذا المهرجان وهذا العرس التراثي؟ ومن يريد يستلم السيارة من يد رجل الأعمال فليتقدم مع المركز الأول وليتقدم مع السيارة الشاط. هذا هو المهندس مع المركز الأول، هندسة المهندس اللي مثلتنا في الميادين الخليجية، حاضرا في هذا الصباح الجميل وحاضرا في هذا الصباح المميز، حاصدا للرموز، حاصدا للرموز، ودائما متواجد في الأشواط الصعبة. لكن الصعب الحميدي، الصعب الحميدي على المركز هناك، غارة يا غارة، غارة يا غارة، مع الكيلومتر الأخير من تشن الغارة نحو المركز الأول، من تنطلق نحو الصدارة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني انذار حمد بن حسن العامري على المركز الثاني، وصلت انذار. المركز الثالث ايضا ثقة بطي بن جعل الوهيبي على المركز الثالث، وصل شعار حمود بن محمد الوهيبي من الجانب الاخر وبقيادة شواهين سالم بن حمود الوهيبي. لكن عود الى الصدارة، وصلكم بطي، وصلكم بطي من المراكز الخلفية، روح يا راعي ايضا هناك اللي مع غارة، غارة الشاط، غارة الشاط يا سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي من يقير في هذا الشاط منتصرا باحثا عن الناموس وعن الانتصار. المهندس خادم، المهندس خادم على المركز الثاني، وصلت انذار على المركز الثاني من تبحث عن الانتصار والناموس الشاط. لكن غارة مع المركز الأول من تغيير بالناموس والانتصار الجميل، سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي، الوهيبي انتزع السيارة، انتزع السيارة، سجلوه، سجلوه هذا الناموس بشعار سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي، مع غارة، مع السيارة، مع السيارة. ومشكور، مشكور، مشكور على المتابع، يا مبدع، يا مبدع، يا مبدع، دائما مبدع ودائما مقدم النوعيات الجميلة. اشكرك يا سعيد، والتحية مرسولة لهذا الشعار الكبير سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني انذار حمد بن حسن العامر، المركز الثالث كانت شواهين سالم بن حمود الوهيبي. دقيقتين، أربع دقائق 21 19 جزء من الثانية، هو توقيع أيضا هناك أيضا توقيت غارة سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي، تهانينا والناموس.